مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية. قام أمس وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي والأمن العام أحمد محمد باشير بتنصيب الحاكم الجديد لإقليم نادي غرب كيد ليونس حميدي خلفا للسيد قربجوم مدار جاكوب، ذلك بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين وسكان مدينة فدا. محمد طاهر صالح. عقب المرسوم الرئاسي رقم 986 الصادر بتاريخ 23 من أبريل 2018 والقاضي بتعيين السيد كيد ليونس حميدي كحاكم لإقليم إنيدي غرب خلفا للعميد قربجوم جاكوب مدار، فإن عملية التسليم والتسلم جاءت بحضور وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي أحمد محمد باشر. بداية الحفلة سرد الحاكم السابق لإقليم إنيدي غرب العميد قربجوم جاكوب مدار حصيلة عمله خلال 6 أشهر في إقليم إنيدي الذي يضم 69,000 نسمة وستة مراكز إدارية و21 كنتونا، وخلال الفترة استطاع فرض السلام والأمن كما واجه ظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية والعبور عبر الحدود وتهريب المخدرات. وأضاف أن الإقليم يزخر بالسياحة والصيد البري وطلب من الجميع التعاون مع الحاكم الجديد، وشكر رئيس الجمهورية بالثقة التي أولاها إياه خلال هذه الفترة، ودعا الجميع إلى التآخي وتنمية الإقليم وتوعية الشباب وترك المغامرات والتوجه نحو التعليم لبناء بلدهم. من جانبه وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي أحمد محمد باشر شكر سكان إقليم إنيدي غرب، مضيفا أن الحاكم الجديد لم يتم اختياره عن فراغ بل عمل عدة مجالات منها كونسلتشات في المملكة العربية السعودية وتقلد عدة مناصب ودارية وكذلك حاكم لعدد من الأقاليم ومستشار برئاسة الجمهورية، واليوم عين حاكم إنيدي غرب وطلب الوزير من الحاكم الجديد تطبيق القانون والنظم واللوائح في ظل الجمهورية الرابعة واحترام القانون وسلطة الدولة، ودعا المواطنين والمسؤولين الإداريين والعسكريين التعاون معه لرفع التحديات، وشدد باشر على إزالة الحواجز المرورية ما عدا المنافس الحدودية لانفتاح نحو الشعب وتنقلاته بحرية. وقام الوزير بتنصيب الحاكم الجديد كيد ليونس حميدي رسميا لإقليم إنيدي غرب بدوره الحاكم الجديد كيد ليونس حميدي. شكر رئيس الجمهورية ووزير إدارة الأراضي على الثقة وتكليفه بهذا المهام، وأكد أنه على أتم الاستعداد لتطبيق كل القوانين والنظم الجمهورية، وطلب حميدي من سكان الإقليم التعاون معه لرفع التحديات واحترام السلم الإداري في ظل تطبيق قانون الجمهورية الرابعة. كما قام الأمين العام لوزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي والأمن العام طاهر ولي حسن بتنصيب الحاكم الجديد لإقليم إنيدي الشرق تكن إديبي الذي خلف العميد حسن جربو، كان ذلك بمدينة أمجرس حضرة الإقليم. محمد طاهر صالح مرة أخرى. وفي ذات السياق، فإن عملية التسليم والتسلم جرت هذه المرة في إقليم إنيدي الشرق بين الحاكم السابق للإقليم العميد حسن جربو والحاكم الجديد للإقليم تجن إدبي دردي، وذلك بحضور الأمين العام بوزارة إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي طاهر ولي حسن. أثناء كلمته التنصيبية الأمين العام بالوزارة قال إن التحديات كبيرة تنتظر الحاكم الجديد في محاربة قطاع الطرق واختلاسات أموال الدولة واستتباب الأمن والتعايش السلمي بين كافة أبناء الوطن، خصوصا أن المنطقة تشهد هجرات ونزوح لعدد كبير من المواطنين، كما حثه على احترام سلطة الدولة والقانون والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. الحاكم السابق تحدث نيابة عنه الأمين العام للإقليم وقال إن العميد حسن جربو تولى منصبه في 23 من يناير 2013 واستطاع خلال الفترة استقبال عدد من المهاجرين وإيوائهم في ربوع الإقليم سيما المناطق الحدودية المتاخمة للسودان، كما عمل جاهدا لمحاربة التصحر وإنشاء العديد من مدارس محو الأمية، وتبقى مسألة الطاقة المتجددة ومستشفى الأم والطفل وملعب أمجرس البلدي والمعهد الجامعي. أما الحاكم الجديد لإقليم إنيدي شرق تجن إدبي فقد شكر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي وضع ثقته فيه وعينه حاكما للإقليم، وأكد بأنه يبذل ما في وسعه لتحقيق ما طلب منه لتحقيق قرارات الجمهورية الرابعة، وطلب من الجميع التعاون سويا لتحقيق المهمة ورفع التحديات لتنمية المنطقة. قام حاكم إقليم السلامات محمد زين الحي يحيى بزيارة لمقاطعة بحر أزوم بغرض تنوير المواطنين برسالة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرامية إلى السلام والتعايش السلمي، كما قام الحاكم بتدشين مركز الشرطة بالمنطقة. عباس بكر مصطفى. زيارة حاكم إقليم سلامات محمد زين الحاج يحيى إلى مقاطعة بحر أزوم
تهدف إلى عقد لقاء مع المسؤولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين لأجل تفهيم رسالة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أثناء لقائه مع مختلف حكام الأقاليم. ويتضمن الرسالة حول ضرورة بسط الأمن والاستقرار وإقرار مبدأ التعايش السلمي والحفاظ على ممتلكات الدولة، إلى جانب إزالة مناصب رؤساء مراكز الإدارية. وفي سياق ذي صلة، قام الحاكم محمد زين الحاج يحيى بتدشين مبنى مركز الشرطة الوطنية بالمنطقة، حيث تناول ناصية الحديث محافظ بهر أزوم محمد نور علي وممثل الجمعيات المدنية الحاج طاهر محمد، اللذان أوضحا عن الاهتمام التام لمبنى الشرطة الوطنية بالمنطقة. حاكم إقليم سلامات محمد زين الحاج يحيى حث المحافظ على العناية بالممتلكات العامة، وأشاد بالمسؤول الذي قام ببناء هذا المبنى. عقب ذلك سلم الحاكم المفاتيح لمندوب الشرطة الوطنية بالإقليم حامد حسن، كما قام الحاكم والحضور بغرس عدد من الشتلات مما تساعد على محاربة الزحف الصحراوي والمحافظة على البيئة. دشن السفير التركي لدى البلاد صحريج للمياه الصالحة للشرب بمدينة مويتو بمقاطعة الدبابة، الذي قامت بتنفيذ الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا. المناسبة ترأسها الأمين العام لمقاطعة الدبابة آدم حسن المكاي. بسم الله. تدشين صهريج المياه هذا من قبل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا بمدينة ميتو ما هو إلا ترجمة لأواصر الإخاء وجسر للتواصل بين تشاد وتركيا. هذا ما فسره سفير تركيا لدى البلاد سعادة إردل صبري أورغان في كلمته أثناء حفل تدشين الصهريج، مشيدا بمدى عمق العلاقات التشادية التركية القائمة على مصلحة البلدين والشعبين الضاربة في جذور التاريخ، مشيرا إلى أن إنشاء صهريج المياه هذا يدخل ضمن مشاريع التنمية التي تبناها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره تشادي إدريس ديبي إتنو. الأمين العام لمقاطعة دبابة في حديثه أعرب عن شكره وامتنانه للأشقاء الأتراك على ما قدموه من عون لصالح سكان المقاطعة، داعيا إياهم لتقديم المزيد من العون في مجالات مختلفة. النادم الأنطاق الألمدة أنطاق الفي أنطاق الروح تركيا من ذاك ما سلاطيننا قاعدين بيننا مكاتبة وبيناتهم أمبسادرات. تاريخنا تركيا بالزين كثير ما نقدر نحسبوها صاليوم. سكان مدينة ميتو من جانبهم قدموا هدايا رمزية تتمثل في ألواح كتب عليها آيات قرآنية لسفير جمهورية تركيا لدى البلاد. وبعد الانتهاء من حفل التدشين صرح المنسق العام للوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا عن مكونات الصهريج. هذه البير سعتها 250 برميل 50 طن، تكفي ان شاء الله بما يقارب يعني كثير من الناس في هذه المنطقه. تكون المشاريع مماثله في عده مناطق، ونحن وجودنا في تشاد هي دعم للتنميه الخط التنميه الحكوميه في كل المجالات. ونشير الى ان الوكاله التركيه للتعاون والتنسيق تيكا قد بدأت عملها في تشاد رسميا عام 2015. شهد فندق مدينة بول عاصمة إقليم البحيرة بداية أعمال المشروع الذي أطلقته منظمة السلياف النسائية والمتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة. المناسبة ترأسها حاكم إقليم البحيرة سيد محمد أبالي صلاح. عبد الرحمن أدم رحمة. يأتي انطلاقة هذا المشروع الذي أطلقه السلياف بالتنسيق مع منظمة السويد بإقليم البحيرة، والذي يهدف إلى إعطاء المرأة مكانتها وأن لا توصف بالدونية مع مراعاة حالها كامرأة، لأنها تلعب دورا كبيرا في المجتمع. وقد استهلت المناسبة بكلمة ترحيب من قبل النائب الأول لأمدة بلدية بول إسحاق إدريس كلي، والذي شكر الحضور ووصف هذا اللقاء بالإيجابي على مستوى الإقليم. وعقب ذلك فقد جاءت كلمة الرئيسة الوطنية للسلياف نهو دماجي نيلر، والتي في البداية أعطت لمحة عامة عن جهود السلياف ومدى تمركزه في 18 إقليما، وأكدت بأن هذا المشروع ما هو إلا إضافة جديدة ويدخل ضمن آمال الحكومة وشركائها. حاكم إقليم البحيرة محمد أبالي صلاح بدوره فقد شكر القائمين على انطلاق هذا المشروع المشترك، وقال بأن هذا المشروع ما هو إلا ترجمة وتطبيق لدعائم الجمهورية الرابعة. السلياف جاي بروجيتي ده يخص كيف الأوين والبنات والمرأة كله يكون
ما عنده فرق مع الرجال في كل شيء. وفي ده أنا قلت لهم في حكومة تشاد وخاصة في الماريس جمهورية دريزدي بيتنو وفي الجمهورية الرابي شيء ده ما بيجي مستحيل، عشان شفنا الأوين ده شاولوا محل كبير في الحكومة. ده يوصف السياسة هنا حكومة والسياسة هنا رئيس جمهورية، أنت مهم مرة ممكن زيادة من الرجال. هذا وقد تم تنصيب خلية مكتب السلياف الفرعي بإقليم البحيرة لهذا المشروع الذي تم إطلاقه والذي يقدر ب 150 مليون فرنك سيفا. سياسيا نصب الرئيس الوطني لحزب التجمع الوطني من أجل الديمقراطية والتقدم RDP محمد الله طاهر نصب أعضاء المكتب الفرعي للحزب بمدينة موندو عاصمة إقليم لوغونا الغربي. خليل حسن صالح. لا زالت تتواصل عملية تنصيب المكاتب الفرعية لحزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم بالأقاليم الجنوبية للبلاد، حيث توقف الوفد هذه المرة بمدينة موندو حاضرة إقليم لوغون الغربي. وبعد هذا الاستقبال توجه الرئيس الوطني محمد اللو طاهر والوفد المرافق له إلى ساحة الحفل، لتعتي بعد ذلك عملية تنصيب أعضاء المكتب الفرعي بإقليم لوغون الغربي إلى جانب المنسقية الوطنية للشباب والمنسقية الوطنية للمرأة. رئيس المكتب الإقليمي الجديد جلبي مارسيل قال إن حزب التجمع يمتلك حضورا مميزا بإقليم لوغون الغربي مما أكسبه شعبية كبيرة في المنطقة، مؤكدا استعدادهم ووقوفهم الدائم مع الحزب. محمد اللو طاهر الرئيس الوطني للحزب دعا المناضلين إلى العمل، مشيرا إلى أن تنصيبهم هذا هو بداية لمشوار طويل ينتظره الحزب، مطالبا من الجميع تغيير التصرفات والنظرات السلبية التي عاقت عملية التقدم في تشاد. ليؤكد اللو طاهر لمناضليه استعداد الحزب لخوض كافة الانتخابات القادمة. أشاد رئيس حزب اتحاد الديمقراطيين والاشتراكيين جبرين حسين مرسال بالمخترع الذي قدمه رئيس الجمهورية خلال لقائه برؤساء الأحزاب السياسية لاختيار 15 شخصا في الإطار الوطني للحوار السياسي. جاء ذلك في البيان الصحفي الذي قدمه اليوم، نستمع إلى جزء من هذا البيان. اتحاد الديمقراطيين والاشتراكيين EDS بقول مسرور بالفكرة الشخصية عن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالفكرة اللي كان خط فوق الإطار الوطني للتشاور السياسي. الإطار ده فرصة بلوم كل إيانا نتشات كان سواء المعارضة ولا الأغلبية عشان يلموا بكان واحد يقول يجلسوا التيت ويناقشوا في مواضيع تخص الدولة والمواضيع تخص الشعب التشادي. دي فكرة بناءة، فكرة جيدة. والإطار ده يوم واحد ما بيجي في إفريقيا، فريد من نوعه. وهزبنا EDS بقول مسرور أيضا بالفكرة رقم الأمان والسيقة اللي كان أنتو الأحزاب من الأغلبية الرئاسية لرئيس الجمهورية عشان هو بس يختار لنا الـ15 ناس اللي بيمثلونا في الأغلبية الرئاسية في CNDP بصفتك رجل ديمقراطي بصفتك رجل شفاف. خلى الأمر ده في إيدين عن الأحزاب عن الأغلبية الرئاسية عشان هم بس يمشوا يختاروا الـ15 ناس الممثلون في CNDP. والقائمة اللي كان قدموا لي كل الأحزاب بفكرة واحدة برضا قدموا لي دي، القائمة دي فوق رجال وأوين عندهم خبرة وقدرانين بممثلون وقدرانين بيدافعوا للأغلبية الرئاسية في CNDP. ونقول كل الأفكار البناء والسليمة اللي قد بيشيلها رئيس الجمهورية الأفكار دي تنصب في تقوية الآفة، السلام، الأمن والاستقرار، والآفة كمان ما عندها ثمن. نظم اليوم تجمع أبناء تشاد ورشة حول دور الشباب في الجمهورية الرابعة التي تمخضت عن المنتدى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة. المناسبة جرت بمركز المناء الثقافي. ياسر محمد أحمد. تجيء هذه الورشة لتبادل الآراء والأفكار مع القادة وممثلي المنظمات الشبابية، وذلك لتوئيتهم حول مخرجات المنتدى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة وميلاد الجمهورية الرابعة. إن الجمهورية الرابعة تحمل آفاق وتطلعات الأمة التشادية. إن الجمهورية الرابعة تحمل التنمية المنشودة لوطننا الحبيب. الآن كأول نشاط بعد انطلاق هذه الحملة نلتقي معكم اليوم كأنتم
قادة منظمات المجتمع المدني الشبابية لأهمية دوركم في إيصال المعلومة للقاعدة. أنتم دوركم مهم في التنمية الوطنية، دوركم مهم في إيصال الفكر الحقيقي، في إيصال الوجه الحقيقي للجمهورية الرابعة ومخرجات المنطقة الوطني إصلاح مؤسسات الدولة إلى المواطن وإلى الشارع. وخلال ذلك تداخل كل من رؤساء وممثلي المنظمات الشبابية حيث شرحوا أهمية ومكانة الشباب ودورهم في الجمهورية الرابعة. هذا وتشمل هذه الحملة التوعوية جميع الدوائر العشر بالعاصمة أنجمينة. أيضا نظمت جمعية حاملي الشهادات بإقليم البطحاء ندوة علمية وقانونية تحت موضوع الجمهورية الرابعة وحيثيات الدستور الجديد. شارك في الندوة عدد كبير من طلاب جامعة آتية للعلوم والتكنولوجيا. محمد طاهر جبرين الحق. جمهور مكون في غالبيته من شباب مهتمين بالشأن القانوني وطلاب بجامعة آتيا للعلوم والتكنولوجيا حضر هذه الندوة القانونية والتوعوية حول الجمهورية الرابعة ومضامين الدستور الجديد. الندوة نظمتها جمعية حاملي الشهادات بالبطحة من أجل ترقية العمل، وأحياها كل من مسؤول كتاب العدل بمحكمة آتيا أبا علي محمد والخبير القانوني إبراهيم سعيد باقي. تمحورت الندوة حول النقاط التالية: معنى الجمهورية، الأنظمة المختلفة التي تعاقبت في البلاد، فضلا عن محتويات وخصوصيات دستور الجمهورية الرابعة. بحسب المحاضرين فإن القراءة القانونية للدستور الجديد تبين أنه يضمن تحقيق دولة القانون، استغلالية القضاء والمساواة أمام العدالة، كما أن هذا الدستور كان شاملا ومطابقا للواقع المعاش بالبلاد بعيدا عن موروثات العهد الاستعماري القديم. وفي مداخلاتهم أثار الحضور النقاش حول مكانة ومستقبل الشباب في الجمهورية الرابعة، مطالبين من الحكومة إيجاد سبل لاستيعاب الخريجين بالوظيفة العامة ومحاربة البطالة. كما دعا بعض المتداخلين إلى ضرورة أن يتحلى المواطن التشادي في ظل الجمهورية الرابعة بمبدأ احترام القانون وسلطة الدولة. الحملة التوعوية التي يقودها سلطان باقمي بانغ أجي ولي محمد حول مخرجات المنتدى الوطني الشامل وصلت هذه الحملة إلى مقاطعة بيلي. الحسين نور يوسف. إن المرحلة الجديدة للجمهورية الرابعة تتطلب اشتراك كل القوى والطبقات الاجتماعية والسلطات التقليدية إلى الإسهام الفعال ولعب دورهم في مواقع اتخاذ القرار. وعلى هذا الأساس ما زال سلطان باقرمي بن آجي ولي محمد يواصل جولته التوعوية بمختلف القرى بإقليم شاري باقرمي. هذه المرة وصل إلى مقاطعة بيلي والتقى فيها الشيوخ التقليديين وطلب منهم ضرورة الاتجاه نحو الزراعة وفقا للسياسة الحالية التي تتبعها البلاد. السلطان ولا شيف دو كانتون ولا البلاما ولا الشيف دو فراكسيون ولا الشيخ ولا يا تقول الشيء المسؤوليته ما شاء الله ينزلوا في بكان هذا كدرك نار يجي في بيتك ده بلا بيتك ده يا تقول خليه في رئيس قال كي كلام أنا مشكلة أنا بيا هو لك ولا إيشنا بكتين شدر ولا إيشنا بهتم ها هنا لك قدام كتين شدر ده ممنوع نادم كتا شدر ده هو إشي المسؤولية يبقى ياتو أما الزر ده الرئيس قال كي خلينا يزور بكترة عشان يهارب الجو كان جو ما في الأعفة غاية. وعليه فإن جميع القرارات والبنود التي تسير عليها السياسة الحالية للجمهورية الرابعة يحاول السلطان خلال هذه الجولة تبسيطها إلى القائد الشعبية العريضة من عجل المشاركة في صنع القرار. عظم أمس تجمع خريجي الثانوية الإنجيلية معرضا علميا عرضوا من خلاله توجيهات للطلاب الجدد. المناسبة جرت بمباني الثانوية الكائنة بحي شاقوة. محمد صالح الحسين. أقام تجمع الطلبة الخريجين من الثانوية الإعدادية الإنجيلية حفل بصالة الثانوية بهدف إبراز دور الطالب النشط والطموح في اختيار مسار تعليمه حتى يكون في المستقبل كادرا يساعد في بناء عجلة التنمية في البلاد.
وعليه فقد قام الطلبة القدماء والخريجين من هذه المؤسسة معرضا علميا قدموا فيه قصارى أفكارهم وتوجهاتهم العلمية والمهنية، فكل حسب اختصاصه خصص له جناحا في المعرض ليقف الجميع على طريقة تكون الثانوية لهذه الكوادر، منهم المهندسون والأطباء وأساتذة المناهج العلمية وغيرها. حيث تحدث نائب رئيس تجمع الطلبة الخريجين من الثانوية الإعدادية الإنجيلية دانييه موغينا عن كيفية اختيار التلميذ للأقسام والتخصصات التي تلائم مع هوايته. كلنا كلمنا جينا كي عشان شنو نورم كي possibilité انا شو دو ميتيه حنا انا مباك. علما بأن الثانوية الإعدادية الإنجيلية خرجت العديد من الطلبة والطالبات، كما ساهمت في إعداد الأجيال وخصوصا المنسوبين إليها والدارسين فيها. ثقافيا التقى اليوم رئيس الجمعية من أجل ترقية ثقافة المسيوى المربى الدكتور ألاريدي كوني، التقى بمجموعة شباب الجمعية وذلك بعد مشاركته في مهرجان قدوم الثقافي في نسخته 11 بمدينة جونوغايا. حسن جدا عمر. في الفترة من 3 حتى 6 من مايو احتضنت مدينة جونوغايا حاضرة مقاطعة كابيا بما يكفي شرق فعاليات النسخة 11 من مهرجان كودوما الثقافي الذي جمع أبناء قبيلتي موسيو ومرباب بمختلف المناطق هنا بالبلاد وخارجها، ذلك لإبراز ثقافة هذه القبيلة ولم يشمل أبنائها. وبعد المشاركة الفعيلة لشباب الجمعية من أجل ترقية ثقافة موسي مربع جاء هذا اللقاء الذي جمع بعض منهم برئيس الجمعية ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان بهدف تقديم برقيات التهنئة للجنة المنظمة للمهرجان اعترافا بالتقدم الذي أحرزته لإنجاح فعاليات هذا المهرجان الثقافي، وعقب البرقيات التي رفعت له من قبل ممثلي شباب الجمعية لمساهمته الفعيلة في نجاح هذه النسخة. أشار إلى أن هذه النسخة كانت مميزة تماما من النسخ السابقة، حيث أنها شهدت مشاركة أكثر من 150 ألف من أبناء القبيلة وغيرهم، إلى جانب 37 سلطان ورئيس قبيلة يمثلون مختلف أبناء قبيلتي موساي ومربع. نادم كان يقول لك شكرا دقل سي زيادة، ولكن أنا من سميتا من هجي هناك نفر أنا ما نخلوك في إب مني على انا شلت ده كدو ما انا نجا يمشي قدام. هذا وننوه الى ان اول مهرجان ثقافي لابناء موسي مربع نظم في العام 2003 الى انه توقف بسبب الاضطرابات التي احدثتها الجماعات الارهابيه. كرام، انتهت الاخبار ونشكركم على المتابعه.